هعملك اللي انت عايزه. انا اوعدك ان هعملك اللي انت عايزه النهارده. وعدك نفذك اللي انت عايزه وهو عدك بس هو بقى اللي انت عايزه عليه عليه وهو ما يرضيش. انا مش انا مخنوق مش عايز اسمع. انا مش عايز اسمع يا جماعه. طيب وانت عايز تعيش فين احسن؟ نفس السن عايز تعيش فين؟ اي حته اي حته حتى لو عايش في الشارع بس اي حته. لا اي حته. لا وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم عاملين ايه متابعين المحترمين في كل مكان؟ بصوا هنا النهاردة ولا جاي اقول لكم بقى اشتركوا في القناة ولا اي حاجة ولا حطوا لايك للفيديو ولا اي حاجة خالص. انا جاي اتكلم على الولد ده ذنبه ايه. ولد لسه عنده 14 سنة يعني تقريبا في تالت اعدادي. ذنبه ايه؟ ذنبه ايه ترمي في الشارع ولا امه عايزه تاخده؟ عايزه اقول لكم ذنبه ايه الولد ده يقعد كده شويه عند عمه وشويه عند خالته وشويه هنا وشويه هنا وشويه عند جدته. واكيد مش لاقي يعني مفيش حد يرتاح غير في بيته، مفيش حد يحس بالراحه كده غير في بيته. وفي الاخر مامته الست المحترمه اللي المفروض اصلا يعني كلنا عارفين يعني ايه ام، المفروض طبعا الست المفروض يعني خلفت وكبرت بس هي كده ولا اي حاجه. ده القطه اللي في الشارع لو لسه مخلفه وانت جيتي جنبها بتبقى عايزه اصلا تعضك كده او تهبشك، تبقى عايزه تعورك. ليه؟ عشان خايفه على عيالها، يعني من كتر خوفها على عيالها ممكن تاكل عيالها منك. انت فين قلبك؟ فين قلبك ان انت عشان انت ست متجوزه وجوزك حلف عليكي بالطلاق خلاص ابنك ده يترمي في الشارع وفعلا بالفعل طردتيه من بيتك ليه؟ الرسالة دي موجهة لأي أم بتتجوز وبتسيب عيالها وبترمي عيالها في الشارع. أيا كان بقى، أنت هترمي عيالك عند مامتك، هترمي عيالك عند أختك، هترمي عيالك عند عمتها، هترمي عيالك عند خالتهم، هترمي عيالك في أي حتة. مفيش حد هيحافظ على بنتك أو ابن غيرك. إزاي؟ فين قلبك؟ فين 9 شهور كده الحمل وانت حاسه ان في بيبي في بطنك؟ فين؟ فين النعمه دي؟ النعمه دي ربنا اداها لك عشان تحافظي عليها، مش عشان تهنيها، مش عشان ترميها في الشارع، عشان المفروض يتعلم احسن تعليم ايا كان المستوى ايه. بس انا المفروض اربي زي ما ربنا قال لحد ما اوصله لبر الامان، لحد ما اطمن عليه ويبقى راجل، او لو هي بنوته لحد ما تبقى عروسه. لكن ايه معنى ان انت راميه طفل كده 14 سنه عشان انت ست هنا متجوزه وجوزك مش مستحمل ابنك؟ اكيد مفيش حد يستحمل ولاد حد، اكيد يعني الباشا مش عايز طبعا يستحمل عيال. فليه يعني؟ قولولي كده ايه في الدنيا يستاهل ان انا ارمي عيالي عشان حد، عشان راجل؟ لا طبعا. ليه طفل زي ده كده يبقى خلاص شايف اصلا حياته سودة وعايز يموت نفسه؟ عايز يموت نفسه، مش لاقي راحه عند مامته. مامته خلاص بتفكر ان هي عايشه حياتها، مش لاقي راحه عند عمه. مع ان عمه يعني انا شفت البرنامج واكيد في ناس شافوه، عمه المفروض ان هو يعني قعد عنده فتره والولد برده في الاخر خلاص هو مشي وراح قعد عند خالته. وخالته عملت ايه؟ حطته على كوبري كده في المنوفيه ورمته وسابته ومشت. فايه ده؟ ايه ده؟ ايه الجحود ده؟ الناس بجد بجد مبقاش في قلبها رحمة. يعني أم ترمي ابنها ولحمها ودمها ليه؟ عشان مين؟ عشان راجل؟ عشان ايه؟ ايه اللي انت هتستفيديه؟ طب ليه اصلا من الاول؟ مادام انت اصلا مش امينة ومش عارفة يعني ايه كلمة أم، ليه خلفتي من الاول؟ ليه؟ ولا هو كده انا خلفت وخلاص بقى ارمي حد يربي غيري؟ ايه ده؟ ايه كمية الجحود دي؟ الولد متدمر نفسيا. نفسيا انتي انا مش عارفه ازاي اصلا انتي بتنامي وانتي مرتاحه؟ ازاي بتنامي وابنك مش جنبك؟ ازاي ابقى نايمه وعارفه ان ابني متمرمط في الشوارع وفي الاخر راح المؤسسه؟ المؤسسه دي اكيد كلنا عارفينها، يعني المؤسسه دي مكان كده في موقف كبير قوي قريب جدا من شبرا والمناطق اللي هي عند الدائري كده في اخر الدائري. فمش عارفه، مش عارفة انتوا، مش عارفة بجد ليه كده؟ ليه؟ ايه اللي انت مستفيداه؟ جبتي شخص الدنيا دمرتي نفسيته وخليتيه كده خايف من الناس ومش عايز يتعامل مع حد ولا دراسة ولا اي حاجة، بقعد في الشارع. ولما راح عند خاله
خاله عمل ايه بقى في ايده؟ كهربه وقعد يعني يعذبه، والولد باين على ايده جدا جدا التعذيب. ليه يعني؟ انا مش عارفه، مش بيقولوا دايما الخال والد؟ ولا انتوا ايه، ما عندكوش الحاجات دي، ما عندكوش الاصل، ما عندكوش الخوف، ما عندكوش الرحمه؟ بجد حسبي الله ونعم الوكيل في اي ام بتسيب عيالها، حسبي الله ونعم الوكيل في اي ام ما بتاخدش بالها من ابنها ولا بنتها. ابنك وبنتك دول انتوا هتتحاسبوا عليهم. لما انا ما بقاش معلمه بنتي اي حاجه ربنا يحاسبني. ايوه، انت دورك ايه في حياتك؟ دورك تمسكي الموبايل وعايزه ما اعرفش تعملي ايه وتتجوزي وتنزلي وتخرجي وتروحي وتيجي؟ دورك ايه انت في الدنيا؟ وانت ازاي ام؟ ده في ناس يعني ربنا يا رب، ده في ناس ربنا يا رب يرزقهم بالذريه الصالحه، يرزق كل مشتاق، اللهم امين. في ناس معهاش الذريه وبتتمناها، يعني مش عارفه ربنا فعلا فعلا يعني ليه حكم في كل اللي احنا فيه ده. في ناس محرومه نفسها في ضفر طفل، وانتي بصي ولد زي الفل، امور وعسول جدا ومحترم، وشكله شكله ابن ناس. انتي هتخليه يبقى زيه زي الناس اللي في الشوارع، يتمرمط ويتعذب، وكان بيشحت كمان في المؤسسه. وايه ده ايه ده؟ انتي ازاي ام؟ ازاي بجد عندك رحمه كده؟ مفيش في قلبك رحمه؟ مفيش اصلا؟ ما بتفكريش في يوم واحد شلتيه وهو صغير في ضحكه في ابتسامه؟ راجل ايه وبتاع ايه؟ راجل ايه وجواز ايه بس؟ يعني انا مش عارفه الدنيا، وعايزين الكورونا تنتهي وعايزين الدنيا ترجع زي الاول؟ ترجع زي الاول ازاي واصلا ام بترمي عيالها، وواحده معرفش بتيجي على مين، والاخوات بياكلوا في بعض، واللي بتاخد حق حد مش حقها؟ ازاي ده؟ الدنيا دي احنا في غابه، احنا في غابه حقيقي والله العظيم، احنا في غابه. وبنسال احنا ليه وحشين مع بعض؟ عشان في نفوس وحشه، عشان في ناس ما تعرفش يعني ايه رحمه، ما تعرفش يعني ايه ربنا. ايه ده ايه ده؟ لا مش للدرجات دي. انا كل يوم يعني بقعد اقول لنفسي الدنيا دي ولا حاجه ولا حاجه خالص. عايزه اقول لكم على حاجه، ان تقريبا امه زي خالته، يعني الولد راح ساب امه زي ما هي طردته، وراح بعد ما طردته راح عند خالته. خالته طبعا عملته معامله سيئه جدا، وخلانه بقى يكهربوا فيه ويشتموه ويهنوه. في الاخر راح عند عمه تاني، وهو اصلا برضه يا حرام هو مش حابب اصلا يعيش عند عمه. يا جماعه مفيش حد هيستحمل عيال حد، مفيش حد هيحب حد زيك. ولادك ولادك يعني حته من قلبي كده، حته من روحي ومن دمي. ايه ده؟ انا مش فاهمه بجد انتوا زي امهات. وبيقول يعني ربنا بيقول الجنه تحت ايه؟ تحت اقدام الامهات. ده انتي اصلا يعني ولا بتعملي باي حاجه خالص، انتي ام ازاي؟ نفسي اسال كل ام كده مهمله في عيالها وبتسيب عيالها وعادي عيالها دول ربنا مش هيحاسبك عليهم. لا ربنا هيحاسبك عليه وهيحاسبك عليهم، وهيحاسب كل واحد على اي حاجه مثقاله ذره هتتحاسبي عليه، كل واحد هيتحاسب عليه. يعني انا مش فاهمه الناس دي لو فعلا محرومه كانت عرفت يعني ايه دانا، يعني ايه ابنه، يعني ايه بنت، يعني ايه ابني. انت اصلا ايش عرفك ابنك جعان عطشان شبعان بردان نايم فين؟ مين ضربه؟ مين هانه؟ مين قتله؟ مش ممكن يموت؟ مش ممكن هو ماشي كده في الموقف اللي هو فيه ده، ولا بيشحت ولا بيعمل، مش ممكن يجراله حاجه وعربيه تخبطه؟ واصلا مش هيعرفوا مين ده. انت فين قلبك؟ ما بتقعديش مع نفسك؟ الحمد لله يا رب على النعمه اللي الواحد فيها، ان كل يوم قبل ما الواحد ينام بيشوف هو ظلم مين، ولا جه على مين، ولا عامل حد وحش ولا لا. ايه ده؟ انتوا مش بني ادمين؟ اي واحده بتعمل كده مش بني ادمه؟ ما عندكوش ولا رحمه، ولا عندكم احساس، ولا عندكم امومه. انتوا خساره فيكم كلمه ام اصلا، كلمه ام دي خساره فيكي انت واللي زيك كل اشكالك كده، خساره فيكم كلمه ام. ام دي المفروض مش ليكوا انتوا اصلا. لو انتوا عرفتوا يعني ايه حرمان هتعرفوا يعني ايه انتوا معاكوا عيل دلوقتي. بجد حسبي الله ونعم الوكيل فيكي وفي كل واحده زيك كده، عايزه ترمي ابنها ولا بنتها ولا يعني انا مش عارفه، مش عارفه بجد ايه اللي انتوا هتستفادوه. طب انتوا اتجوزتوا ليه من الاول؟ عشان ابنك ولا بنتك يفضلوا كده متعذبين؟ بجد حسبي الله ونعم الوكيل في اي واحده كده ربنا ينتقم منها ان شاء الله باذن الله، وما تشوفش كده راحه ابدا. وعلى فكره ابنك ده اللي هيوصلك للجنه، وبنتك دي اللي هتوصلك للجنه. لما انت بقى ما تعمليش للحاجه دي عمرك ما هتشوفيها، وهتشوفي عذاب وان
ان شاء الله باذن الله ربنا ينتقم منك، عشان انت المفروض اصلا يعني اللي زيك المفروض يموت، المفروض كده يتعدم. انا المفروض يعملوا قانون كده، اي حد يرمي دنار لازم يتعدم كده، يتعدم، ملهاش حق اصلا انها تعيش بجد. ايه ده، مفيش في قلبكم كده ذره رحمه؟ ده كمان قال حاجه، قال ان احنا رحت عند امي في رمضان اللي فات، قفلت الباب في وشي وراحت طردتني وقالت لي ايه، جوزي حلف عليا بالطلاق ان انت ما تخشيش بيتي. مين ده اللي يحلف بالطلاق؟ مين ده؟ انت المفروض تسيبيه اصلا. يعني انت يا ستي عايزه تتجوزي روح راجل، ماشي اتجوزي راجل تاني يبقى متفاهم، لكن في ناس لا خلاص انا هتجوز واشوف حياتي. ايه ده؟ طب وابنك ده ايه؟ مصيره ايه اصلا؟ اتجوزتي ليه من الاول ولا خلفتي ليه؟ هو ذنبه ايه ان ابوه مات؟ ذنبه ان ابوه مات وامه خلاص عايزه تعيش حياتها؟ هو ده ذنبه؟ الطفل ده هو ده ذنبه؟ بصوا كام حد معهوش عيال يتمنى ضفر كده عيل، وانتي ما عندكيش رحمه. والولد كان بيتك على كلمه ايه؟ رحت لها في رمضان، رمضان ده اللي احنا يعني الواحد مثلا بيدي اكل الوجبات للناس يفطروا بيها، يساعد ناس، ينادي ناس من الشارع تفطر خدوا الوجبه دي افطروا بيها، وانتي ما فيش رحمه؟ ولا انتي ولا جوزك، انتوا الاثنين ما هو فعلا الطيور على اشكالها تقع فعلا بجد. حسبي الله ونعم الوكيل. في اي ام كده